بين 2045 نتمنى ان شاء الله ان تكون هذه الرؤيه المستقبليه ان شاء الله تكون حاجه جيده جدا جدا كعاده مجلس اداره النادي الاهلي مع جمهوره ومع اعضاء جمعيته العموميه. انا مش عايز اتكلم في الموضوع ده كتير الحقيقه لان هناك البعض من يحاول طبعا بعض من لا يشجع النادي الاهلي بيحاول ان يشكك فيما حدث من انجازات خلال هذا الاسبوع في من قرارات تم اتخاذها خلال الفتره يوم الاربعاء السابق تحديدا وخلال الفتره القادمه 2045. انا مش عايز اتكلم في هذا الموضوع ولكن الايام القادمه ستثبت رؤيه وحكمه مجلس اداره النادي الاهلي فيما حدث من اتخاذ قرارات هامه جدا سواء تخص اعضاء الجمعيه العموميه او تخص جمهور النادي الاهلي في وجود استاد السلام الذي سيصبح استاد النادي الاهلي خلال الفتره اللي جايه وايضا اعضاء الجمعيه العموميه اللي لهم الأولوية الحقيقة خلال داخل النادي مثلا في أعضاء في حمام السباحة اللي تم افتتاحه أو سيتم افتتاحه خلال الفترة اللي جاية وسينضم إلى منشآت النادي الأهلي. حاجات كتيرة جدا هنتكلم فيها ولكن الحقيقة ده مش وقته إن احنا نتكلم في هذا الموضوع. لكن في النهاية من امبارح أو من يوم الأربعاء لغاية النهاردة بأجد على السوشيال ميديا بعض التشكيك من بعض من لا يشجع النادي الأهلي. خلي اللي عايز يشكك يشكك وخلي اللي عايز يعمل يعمل وفي النهاية الكل بيجري يعمل زي ما النادي الأهلي عمل. الكل بيحاول يجري ويشوف النادي الأهلي عمل إيه علشان يبتدي يعمل زيه. لغاية لما تبتدوا تعملوا زي النادي الأهلي أعتقد الفرق هيكون كبير جدا وواضح جدا. خلينا نروح